تقول انها ما كانش ليها تجارب، ولو حلفها تحلف انها ما كانش ليها تجارب، لان طبيعه الرجل الشرقي عموما حاجه زي كده ما بيغسلهاش من الموضوع. حتى لو هو انسان بيتقي الله كويس وكل حاجه يفضل دي جواه، مش ممكن يفضل الموضوع عنده للشك. كمان بالنسبه لو كان الواحد عنده خطا او معصيه عملها قبل كده سواء للولد او للبنت بتتعب خلاص، ملهاش لازمه بقى ان انا احكي. انا خلاص ربنا تاب عليا، انا ملهاش لازمه ان انا احكي. الصالون هتجوز صح، الصالون ده كان حلم حياتي ان انا اقدم حاجه اتكلم في الجواز عموما، لان انا يعني قعدت رأيت نفسي كده ورأيت نفسي حواليا، لقيت ان يعني ان الحب، كنت فاكره ان الحب لوحده هو اللي بيقوم العلاقه الزوجيه او هو اللي ممكن يخليني اعيش حياتي سعيده، بس لما فوجئت ان في ناس كانوا بيحبوا بعض جدا في الخطوبه وبعد الجواز لقيت حياتهم بتتحول. سالت نفسي طب هي حياتهم بتتغير ليه؟ ان هم كانوا بيحبوا بعض، الحب ده راح فين؟ قلت لا، الحب ده كان قبل الجواز، الحب بعد الجواز بينط من الشباك كده وحاجات غريبه، فليه؟ بحثنا فكره ان احنا المفروض ان احنا ما يكونش كمان بنتكلم من الناحيه الشرعيه بس، المفروض يكون من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الاجتماعيه ومن نواحي كتير، فهي قامت بده واحنا كنا معاها. انا عبد الرحمن كنت نزلت معاها كمديره التنميه البشريه وكمأذون وكحد عايش ده، بما ان مأذون طبعا عايش حالات جواز وعايش حالات طلاق وعايش حكايات من الواقع ودارس الموضوع من اصله اساسا. العريس واهل العروسه، وان المعازيم يتوزع عليهم شربات، وان يافطه مكتوبه، وان الكراسي منفصله، وان يكون في حد تبع العريس وحد تبع العروسه بيتكلموا ويكون في محاور. لما قالت لي الحاجات دي كلها بصراحه انبهرت. يمكن احنا عندنا من سنين فاتوا ناس بيحاولوا يعملوا ارشاد اسري وعلاقات وازاي اختار بس ما حدش وصل للناس لحد عندهم. انا اكتشفت بعد كده ان في ناس بقى لها 20 سنه شغاله في الموضوع ده، بس الاثر بتاعهم ايه؟ عملوا ايه مع الشباب؟ وصلوا لقد ايه من الشباب؟ لقيت ان الاثر فعلا بيكون ضعيف مقارنه بالمده الزمنيه الكبيره. فمن ناحيه الشرعيه ان معيار الكفاءه، معيار معترض. والفقهاء لما بيتكلموا ان هو حتى ان في صحابيه من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم ابوها جوزها من واحد عشان يعني زي ما يقولوا كده يكتسب حسب دين ونسب، وهي البنت كانت صغيره جدا في السن وهو كبير. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم ورفض مش هتجوز ده. والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها ده. لكن بعد ما الرسول اقرها ده هي قالت خلاص انا هتجوزه، لكن انا جيت هنا ليعلم النساء من خلفي عن الستات اللي ورايا يعرفوا ان ليس لابائهم من امرهم شيء، هم اللي من حقهم يوافقوا، هم اللي حقهم ما يوافقوش. حضوري في الصالون ان انا محاور معاهم. انا في معايا اثنين في عندهم حاجتين كويسين جدا، ان في معانا مأذون عبد الرحمن المكي، وفي معانا مدربه التنميه البشريه فاطمه فتحي، غير كمان ان هما الاثنين دارسين تنميه بشريه وهما الاثنين بيدربوا تنميه بشريه. انا كان وجودي في الموضوع ان انا حد مؤمن جدا بالفكره، بفكرت في الموضوع دوت، بس يمكن ان انا ما لقيتش الطريق في ان انا اعمل الموضوع دوت. كانت الفكره قالتها لي فاطمه عجبتني جدا، وانا قلت لها ان انا فعلا بفكر في الموضوع دوت، يا ريت ان احنا نعمل الموضوع ده. من هنا بدا ان احنا نتعاون مع بعض، وجودي معاهم في الصالون ان انا حد يمكن مش حد فاهم في الدين قوي، ولا او بمعنى اصح مش متخصص في الدين، حد درس التنميه البشريه عارف عن التنميه البشريه لكن مش مدرس التنميه البشريه، يمكن ان انا بمثل شويه فئه الشباب. كان فاطمه ومعاها عبد الرحمن لما عملوا الصالون في خلال شهرين وصلوا لعدد كبير من اللي حضروا الصالون او من اللي عرفوا عن الصالون. يمكن كمان لقوا ان في دكاتره كبار في المجال ده بيدعموهم او بيهاجموهم، ايا كانت الحاجتين قاموا مكملين في الموضوع بتاعهم او في الصالون وفي الموضوع ده كله. وان شاء الله في الفتره الجايه هيكون في مفاجات كتير قوي في الحته دي، في حته ازاي اختار وازاي اتعامل ما بين الراجل والست. احنا بنحاول ان احنا شويه نساعد الشباب في ان هو يفهم يعني ايه جواز، يعني ايه خطوبه، يعني ايه ارتباط، يعني ايه علاقات هيكون موجود فيها مع خطيبته، مع زوجته، مع حماته، وهي كمان برضو ازاي ان هي توصل الحاجات دي كلها وان هي تكون سهله. بالنسبه للموضوع ده يمكن ان انا اهتميت بيه، وفاطمه وعبد الرحمن كمان اهتموا بيه، لان في حالات طلاق كتير جدا بقت بتحصل في خلال الفتره الاخيره. حالات الطلاق ديت لو احنا جينا بصينا على الاسباب الحقيقيه بتاعتها هنلاقي ان اسباب الطلاق الفعليه اللي بتحصل ان مفيش فكر، مفيش وعي حاصل في موضوع الجواز. بيدخل
انت اتجوزت خلاص ماشي اوكي، طب وبعدين بعد الجواز ما بقاش في عنده العقليه ان هو يعني ايه يدير بيت، يعني ايه ان هو يعمل علاقات مترابطه مع زوجته، ده ليه زوجتك اللي هتكون معاك طول حياتك، ان هو يعمل علاقات مع اهل مراته، ان هو يدير نفسه هو شخصيا ويدير فكره. الحاجات دي كلها كانت ناقصه عند الشباب.